اي بي جيمنجو فيديو جديد. اسم اي بي مش كلمة، واي حاجة هتلاقيه هنا اخوات بيعملوا كل حاجة. نص مليون قريب وده الهدف، مش هنعمل لما وصلوا لو حتى بعد سنة. وازيكم يا ابطال، عاملين وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، لعبه روبلوكس خسرت ناس كتير جدا من منشئين المحتوى، وكل يوتيوبر الاختفاء بتاعه اغرب من اليوتيوبر التاني، وكل شخص ليه قصه مختلفه. يا ترى الناس دي وقفت بمزاجها، ولا حصل حاجه، ولا هم قاصدين فعلا ان هم يعملوا كده، وهل هيرجعوا تاني لليوتيوب ولا لا؟ كل ده هنعرفه في مقطع النهارده. قبل ما نبدا مقطع النهارده انزلوا حالا حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه ويلا بينا. اول قناه معانا يا ابطال اوبليفيوس اتش دي. لو انت من الناس اللي بتحب فعلا لعبه روبلوكس اكيد اكيد هتكون عارف القناه دي، ولو حتى انت مش فاكر القناه دي فاكيد انت شفت مقطع من مقاطع بتوعها، لان المقاطع اللي بيعملوها حرفيا محدش ابدا في اليوتيوب كله بيعملها. المقاطع دي عباره عن انيميشن او حاجه زي ميوزك فيديو، مره بيكون اغاني، مره اكنه بيكون مسلسل، مره بيكون فيلم روبلوكس ولكن انيميشن. المحتوى ده حرفيا كان بيجيب في لعبه روبلوكس اكتر المشاهدات من 9 سنين، من 8 سنين، حرفيا اعلى مقطع هم جابوا فيه مشاهدات هو كان 168 مليون مشاهده من سنتين بس. على فكره الرقم ده كبير قوي في لعبه روبلوكس، ومحدش اصلا كان ابدا يتخيل ان لعبه روبلوكس تجيب كميه المشاهدات الرهيبه دي وفي سنتين بس. والمقطع اللي جاب كده حرفيا يا ابطال، المقطع ده كان ميوزك فيديو، يعني اغنيه شغاله على انيميشن متحرك في لعبه روبلوكس. القناه دي فيها اكتر من 3,400,000 مشترك. انتوا طبعا يا ابطال عارفين ان موضوع الانيميشن في لعبه روبلوكس فعلا بياخد وقت كتير جدا وزياده عن اللزوم عشان يطلع بالاحتراف فعلا اللي هو عايزه. بس الغريب يا ابطال ان فعلا يا ابطال الشخص ده اخر مقطع منزله بردك كان من سنتين تقريبا، ومعرفش حرفيا ايه هو السبب. المفروض يا ابطال حساب الشخص صاحب القناه اخر مره كان فاتح حسابه في لعبه روبلوكس من اسبوعين. غريبه يعني، ليه ما نزلش اي مقاطع عنده على القناه؟ يوتيوبر واصل اكتر من 3,400,000 مشترك ساحب على القناه كده، غير اللي هو كمان يا ابطال عنده جروب بنفس الاسم بتاع القناه، والمفروض اللي هو قرب جدا يدخل على المليون عضو. والله حاجه غريبه. وغير ان هو حرفيا بردك يا ابطال اخر مره قعد فيها على التويتر كان 2020 2021، وبعد كده اختفى. بصراحة ابطال الشخص ده كان مبدع جدا جدا في فيديوهاته، النمط بتاعت الفيديوهات بتاعته والله حلوة. والغريب حرفيا يا ابطال اللي هو ساب القناة كده بجد وما رفعش عليها أي مقاطع، وسابها وهي عليها أكتر من 500,000 مشاهدة، 577 مليون. لكن فعلا يا ابطال لحد يومنا هذا ما نعرفش الشخص ده حرفيا ساب القناة ليه، وإيه السبب الرئيسي اللي خلاه يعمل كده. توقعوا تحت في الكومنتات. اليوتيوبر اللي بعده، اليوتيوبر ده قرب جدا على 9 مليون مشترك، وفي وقت تصوير المقطع دلوقتي منزل فيديو من 5 دقايق. ولكن الشخص ده ابطال مش بيطلع بالكاركتر بتاعه الاصلي، يعني عامل كده شخصيه تانيه. الشخص ده حرفيا يا ابطال كان بيلعب لعبه روبلوكس بس، ولكن تقريبا يا ابطال بدا ينوع في الالعاب بسبب ان لعبه روبلوكس ما بقتش تجيب له فلوس. هتقول لي يعني ايه يا بلال؟ انا مش فاهم حاجه، ممكن توضح؟ هقول لك. طيب حاضر. ما بقاش يكسب فلوس من المقاطع اللي كان بيعملها على لعبه روبلوكس، ولعبه روبلوكس كانت بالنسبه له هي اصلا اللعبه اللي شهرته وخلت الناس كلها تعرفه من خلالها. وعايز اصدمكوا ان اليوتيوبر ده فعلا فتح القناه 2011، معنى كده ان اليوتيوبر ده قديم قوي، بمجموع مشاهدات 3,500,000 مشاهده. حرفيا يا ابطال اليوتيوبر ده ما سابش لعبه ما لعبهاش، ولكن يعتبر ابطال لو جينا دلوقتي ندوس على اعلى مشاهدات عنده في القناه هنلاقي اللي هو لعب جراني ولعب برده جراني. او ماي جاد، حرفيا يا ابطال لعب كميه العاب، ولكن يعني بجد برضه كان بيلعب روبلوكس. ولكن الاشهر عنده حرفيا يا ابطال في القناه الالعاب المنوعه، وبرضه يا ابطال من فتره طويله جدا كان بيلعب ماينكرافت. في ناس اجانب كتير قوي يا ابطال بيدفعوا لناس عشان يمنتجوا لهم المقاطع وكده، عشان هم مثلا بيكونوا مشغولين او مش فاضيين يعني. فغالبا اكتريه الاجانب حرفيا بيعتمدوا على الموضوع ده، فلما انت تكون مش قادر تدفع اصلا للناس دي بيتغير محتواك، وهو ده اللي حصل بالظبط مع صاحبنا كده. حرفيا يا ابطال الشخص ده
عنده فيديو من 7 سنين وعنده فيديو من 6 سنين. بجد بجد ابطال يعني. الشخص ده كان بيطلع بكذا شخصية، مرة يطلع اللي هو مثلا شكل الخنزير، مرة يطلع بشكل قطة، حرفيا ابطال طلع بكذا منظر. اليوتيوبر ده بصراحة غريب جدا جدا جدا. وغير الابطال اللي هو من 4 سنين طلع بردك بفيس كام دب كده، وعليه إثارة جدل غريبة جدا ان محدش يعرف ايه هو شكل اليوتيوبر ده اصلا. حتى لو جيت دخلت على الانستجرام عنده هتلاقوه حرفيا يا ابطال مفيش اي حاجة باينة فيها وشه خالص، بيرفض اصلا ان وشه يطلع على النت بجد. ودي حاجة بصراحة غريبة. انا بلاقي ناس لحد النهاردة بتقولي تحت في الكومنتات يا بلال فين وشك يا ابطال، انا عندي قناة فيس كام اسمها ايه بجيمنج اكس، تقدروا تروحوا دلوقتي وتشوفوها، قناة اصلا للفيس كام. وجينا ابطال لليوتيوبر التاني وهو بور. بور حرفان يا ابطال من اليوتيوبر الاجانب القويين جدا في صناعة محتوى لعبة روبلوكس، بيدمج شوية ميمزات على شوية حركات كده بصراحة بيخلوا الفيديو تحفة جدا. عايز اقول لكم ان اعلى مقطع عنده جايب مشاهدات من 2 سنين 31 مليون مشاهدة. حرفان يا ابطال المقطع داخل على النص ساعة، نص ساعة من المونتاج والميمز، وتقريبا دي تجميعة الميمز كلها اللي عملها في 2020. اليوتيوبر ده عنده 4,300,000 مشترك، واليوتيوبر ده تعرض للاختراق في القناة عنده من فترة طويلة. اليوتيوبر ده حرفيا بينزل كل شهر مقطعين بس، ولو جيتوا بصيتوا الفرق ما بين المقطع ده والمقطع ده حرفيا هتلاقوا فرق غريب جدا. اخد راحة اكتر من 6 شهور وات عشان يعمل مقطع بعديها. لا وبعديها ايه يعني، عمل مقطعين بس؟ لا لا والله بجد حاجة غريبة جدا. هلا هنا ابطال بعدها خد راحة يعني يعتبر هنا شهرين، وبعدها هنا ابطال بدأ ينزل كل What؟ انا مش عارف بصراحه هو كده بينزل كل سنه ولا ايه. لا لا مستحيل، اكيد لا. عارفين يا ابطال في سنه واحده بس تقريبا نزل 11 فيديو في سنه واحده بس، يعني كل شهر فيديو، وكمان يعني في شهر نسي ينزل فيه مقطع. يا نهار ابيض، ده انا لو عملت كده انتوا هتعملوا فيا ايه؟ حسابه يا ابطال على التيك توك لقيته منزل مقطع من 2022 يوم 4 شهر 7، والمقاطع يا ابطال اللي كان بينزلها هناك حرفيا كلها ابطال مقاطع ليها علاقه بالمونتاج او بالمقاطع اللي هو بيعملها، بيوري الناس ازاي بيمنتج. على ما اعتقد يا ابطال هو كان بيعمل الحركة دي عشان حاجة واحدة بس، عشان يمسك لناس شغلهم على اليوتيوب، او هو باين عليه اصلا يا ابطال مش يوتيوبر او مش بيحب مهنة اليوتيوب قوي، ولكن حرفيا هو اصلا شغلته كلها المونتاج. عشان كده حرفيا يا ابطال بلاقيه بيسحب شهر وبيكون اصلا مش فاضل ان هو يعمل محتوى، ان هو اصلا شايف اللي بيعمله ده هو مش عايز حاجة غيرها، يعني بمعنى صح مش عايز يكون يوتيوبر. حتى ابطال واحد اسمه ماز بيقول وانا اقول ليش بيسحب شهر، فعلا يا ابطال عشان بيعمل مونتاج خارج جدا جدا جدا. اخر تغريده يا ابطال كانت من يوم 3/10/2021، وبور يا ابطال نزل وكان هو يا ابطال شارل الهورس مان في لعبه روبلوكس، ومثبت عنده تغريده وعلى ما اعتقد ان ده وشه ولا ايه؟ مش عارف بصراحه هل ده وشه ولا في حاجه، انا بصراحه عمري ما شفت وشه. وشركه يوتيوب حرفيا يا ابطال معلقاله على التغريده دي. انا بصراحه بجد يا ابطال هل فعلا اليوتيوبر ده هيرجع يعمل مقاطع تاني ولا هيخ اختفي بقى؟ ولحد هنا تكون قائمتنا خلصت يعتبر لاغرب ناس يوتيوبر انا شفتهم اجانب على اليوتيوب. لو عايزيننا نعمل جزء تاني للمقطع ده قولوا تحت في الكومنتات ووصلوا المقطع ده 2000 لايك في يوم واحد بس. ويعتبر بس كده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، ايه بجيمنج ابطال الجيمنج وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه.